خادم لكم. طبعا أنا أحوازية، مسلمة بالعراق. أنت شنو؟ أنا أحوازية. أهلا وسهلا. ليش الأحواز مو مسلمين؟ مسلمين إحنا الجمهورية الإسلامية. شا بعد شنو؟ أنا خادم إلك. أشكرك. طبعا أنا عندي أريد يعني أطلب منك شيء. أنت مو تقول أنا المعلم، أنت معلمي. إي. أنا أريد المعلم مالك يدعيني بس. خوش سؤال أسألك. تفضل. انت ادعو دعاء المسنون بالجمعة قبل لا تغيب الشمس بساعة، اقرأ الفاتحة وآية الكرسي 70 مرة والفاتحة 70 مرة، الى ان تريد تغيب الشمس بربع ساعة تقرين الدعاء وطلبين حاجتك، بس حاجتك ما تطلبينها بأذية حدا لان ترجع عليك، اطلبيها برزق، اطلبيها بحل مشكلتك، ولا ترجعين لهذا العبد الضال. وانا خادم لك. اهلا وسهلا.